كده نشوف المرة دي بقى الكيوبويد، وأكتر حاجة بتتسأل فيها هي اللاترال اريا. الكيوبويد البيز بتاعته ريكتانجل، فأنا هركز على البرامتر بتاع الريكتانجل اللي هو توايس أو لينث بلس ويت بلس ويتس تايمز 2. فأنا باخد البرامتر وأعمله تايمز إيه؟ إمتى الكلام ده؟ لو أنا بسألك على اللاترال. طب لو أنا بسألك عن البرامتر؟ يعني أنا هحتاج الماجيك تريانجل لو أنا معايا اللاترال وعايز البرامتر، أو لو أنا معايا اللاترال وعايز الهايت. يبقى أنا هنا لو عايز الهايت هاخد اللاترال على البرامتر، ولو أنا عاوز البرامتر هاخد اللاترال على الهايت. جميل؟ مسألتي هنا بيقول لي إيه الراجل الجميل ده؟ ها؟ بيقول لي إيه في المسألة؟ بيقول لي اللاترال إيكوال 120. شكرا. ومديني إيه كمان؟ والبرامتر بكام؟ 20. يبقى أنا عايز الهايت، فأنا لازم أعمل ماجيك تريانجل. أيوه، وأجي أقول له كده الهايت هناخد اللاترال اللي هي 120 وأعمل لها ديفايد 20، كل ده في الخلاط هيديني 6 سنتيمتر. هسيب لك الورقة كده قدامك أهو، ويا رب تبقى واخد بالك مسألك تشوز. أنا مش بكتب لك اللي تشوز عشان أنت لازم تعمل ستيبس، مش تروح تختار على طول. تعالوا كده نراجع السيركل. السيركل يا مستر حاجة درسناها في جريد 5، اتعلمنا السيركل. والسيركم قلنا ليها رول 2 باي ار. إمتى استخدم دي؟ لو معايا الراديوس. طب ما عنديش الراديوس اللي هو الديامتر، في مشكلة؟ وكمان ابقى عارف ان الديامتر توايس الراديوس او الراديوس هاف. طب يا مستر انا مديك السيركم وعايز الراديوس، فلازم اعمل الماجيك تريانجل واقول له يبقى الراديوس اجيبه ازاي؟ الله ينور عليك. في مسالتنا هو مديني السيركم 88 ومديني الباي 22 اوفر 7، يبقى انا من الاثنين دول اجيب له الراديوس. فهتيجي تقول له 88 اوفر 2 تايمز، واعمل فراكشن جديد اكتب 22 اوفر 7. هتشتغل كل ده في الكالكوليتر، هتلاقي الراديوس يطلع لي 14. الله، يعني انا من السيركم جبت لك مين؟ بس انا مش عايز الراديوس. امال انت عايز مين؟ الاريا دي بقى درس السنه دي. الاريا اقول له ايه الرول بتاعتها؟ يعني انا محتاج اجيب الار. يبقى انا من السيركم جبت لك الراديوس. ليه؟ عشان اجيب لك الاريا. هجيبها ازاي؟ باي، ما انت قايل لي الباي 22 اوفر 7. طب بس دي ار باور 2، احنا جبنا دي، فاروح جاي اقول 14 وعندي باور 2. وانت عندك في الكالكوليتر في مفتاح مكتوب عليه اكس باور 2، فانت كل ده في الخلاط هتجيب لي الاريا. وادي دي طريقة مذاكرة السيركل، بتعمل ستوب بعد الفيديو بتاعي وتاخد سكرين شوت، فيبقى معاك كل الرولز بتاعت الاريا. طب يا مستر بيقول لي انا هدي لك سيركل اهو واقول لك ان ذا اوبزيت فيجر، فانا مديك ام، يعني ده كله ايه؟ ده كله ديامتر بكام؟ فايف. بس انا ومديني الباي ب 3.14، انا عاوز الاريا. هل يا مستر الاريا اشتغل بالديامتر؟ لازم اشتغل بايه؟ الراديوس. طب اجيب ازاي الراديوس؟ الدايمتر ديفايد 2. يبقى انا الار بتاعتي هاخد ال5 ديفايد 2 تديني 2.5. ده دسم مالكش دعوه. تعالى للرول، انت قلت لي باي ار سكوير، الباي 3.14، واقول تايمز وهعمل براكت اكتب جواه 2.5 ودي باور 2، كل ده في الخلاط واجيب لك الانسر. كده انا عملت لك ريفيجن على كل الرولز بتاعه السيركل. اول ذا بيست حبايبي. رجعنا تاني، معلش، مساله كيوبويد صدفتنا، قلنا برضو نقولها لكم. الراجل ده بيقول لي كيوبويد، وانت متعود على الكيوبويد البيز بتاعته دايما ايه؟ ريكتانجل. لكن لو انا جيت قلت لك البيز ان شيب سكوير، يبقى ساعتها ملناش دعوه بمين؟ الريكتانجل. ولما نيجي نقول انت عايز اللاترال، يبقى انا ساعتها هقول له البارامتر تايمز ايه؟
بس البرامتر المرة دي يبقى بتاع مين؟ والبرامتر بتاع السكوير عبارة عن ايه؟ وانا بقول لك السايد كام؟ 8. يبقى هنا 8 تايمز 4. ايه اللي انت بتعمله ده؟ ده انا بجيب لك البرامتر بتاع البيس. يبقى عشان انت قلت لي سكوير ما اقولش لينث بلس ويدث تايمز 2، ملهاش لزوم. ما انت قلت لي البيس بتاعتي بقت سكوير. مين اللي لسه ما خدناهوش؟ الهايت ده يبقى بتاع مين؟ وهو بيقول لك الهايت بتاع الكيوبويت كام؟ شكرا. كل ده في الخلاط اجيب لك اللاترال. All the best.